متخيلين الفرحة والأعياد ما بتكملش غير ببهجة الأطفال بلبسهم وببرائتهم وبفساتينهم وبأغانيهم. أحلى لما تبقى لمة عيلة أو قرايب. صحيح إنه العيال بيوجعوا دماغنا وبيسببوا صداع لناس كتيرة، بس كمان بيسببوا فرحة وهنا ومعنى للدنيا. أغاني الأطفال بضاعة شحيحة عندنا، أغاني الأطفال بضاعة بنلاقيها كل كام سنة أو كل كام 10 سنين. واحد من الأعمال الفنية المتكاملة اللي اتعملت في بلدنا في الثمانينات كان شريط محمد ثروت حبيبة بابا رشا. كنا سعداء إن احنا ابتدينا مع الكلام والغنى بنفتكر أحلى أغاني عشنا عليها طفولتنا احنا وجيل أكبر شوية وجيل أصغر شوية، وكنا عملنا دعوة للأباء والأمهات إن هم يجيبوا أولادهم يقعدوهم جنبهم يغنوا معانا أغاني محمد ثروت. يعني أي حد عنده أولاد من سن 5 يمكن ل 16 17 سنة هيكون غالبا فاكر الأغاني دي، يفتكرها جنب أولاده. يمكن ذوق الأولاد دلوقتي أو أكيد ذوق الأولاد دلوقتي مختلف عن الثمانينات والتسعينات، بس كفاية قوي إن هم يعرفوا حتى أهليهم كان إيه اللي خاطف قلبهم وسمعوهم في الثمانينات والتسعينات، وعلى رأسهم صوت محمد ثروت في أعمال الأطفال الرائعة التي لا تموت أبدا. بكرر التحية والترحيب بيك كمان محمد ثروت. الفترة الذهبية للأغاني اللي احنا هنعرضها النهاردة، وجد وعلي كمان بيحب يلعب كده مع ركس الكلب، وركسي هب وهوبا يشب يحب اللعب في وقت اللعب، ونونو نكت ونونو تكت ونونو القشطة وتنزل لعب. ده التراث، ده التراث يا أستاذ محمد. كل بلادي الدنيا جميلة لكن أجمل من وطني لا، وبحب الدنيا دي بحالها لكن أكتر من وطني لا. كل بلاد الدنيا جميلة لكن أجمل من وطني لا، وبحب الدنيا دي بحالها لكن أكتر من وطني لا. بس هي أغاني الأطفال لازم تبقى كده 10 على 10، والأبلة بتحيين والأبلة بتحيين. كان نفسي من صغري أكبر وأكون بحر، وحلمت طول عمري بالبحر والأخطر، الحلم حققته لأني صدقته وكتبني في ورقته قبطان من الشطار. يا طيور النورس ياللي بقابلني غنوا سوا كورس واهتف ورا مني، حياة البحر ولو يقلب ويبقى نو، انا القبطان تاني ورا احيله لما يصفى الجو. يا طيور النورس ياللي مقابلني لا 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 لا. مركبتي اسمها توت وصغيرة شوية، لكن تقول توت وتطير فوق المية، مش باينة شقاوتها لأن حضرتها عجلة قيادتها ممسوكة بإيديا. يا طيور النورس ياللي مقابلني غنوا سوا كورس واهتف ورا مني، حياة البحر أحلى حياة ولو يقلب ويبقى نو. فانت بقى غنيت لثلاث بنات بس، غنيت رشا ومونة ورانيا. رشا ومونة ورانيا. وعملت اغنيه لداليا بنتي بس ما طلعتش. انا عمال اقول الجيل ده ناقص فيه اسم داليا، ده كان داليا. كان منتشر جدا داليا. ما طلعت. فاكرها داليا؟ طبعا. يا عمر انا عمري ما سمعت داليا دي. او لا لا داليا يا حبه عين بابا، او لا لا او لا لا داليا يا حبه عين ماما، يا دي الهنا يا دي الهنا يا دي الهنا كبرت وانا بدعي عشانها في كل صلاة، بدعي عشانها في كل صلاة. داليا يا حبة عين بابا، داليا يا حبة عين ماما.
خليني بقى اسالك عن طفولتك. خليني، انت كنت طفل صغير جدا وبتروح السيد البدوي انت في طنطا. طبعا. فبتروح بقى مع والدك ولا بتروح مع جدي الامي؟ جدا جدي الامي. والمشاهد دي على فكره ما زال دي صورتي وانا في اعدادي. ما اعرفش انت جايب الحاجات دي منك، مش مشكله. يعني شبهك برضو. لا مش شبهك. صراحه صراحة واحد تاني يعني. ماشي. في عندنا في طنطا وهنا في القاهرة طبعا في حاجة اسمها الحضرة. دي كل يوم خميس بيجتمع ناس طيبين مع بعض، بيقروا قرآن ويقولوا ورد وإنشاد. وأنا شفت بقى عمالقة المنشدين عندنا في طنطا، بدءا بالشيخ سيد النقشبندي رحمه الله. لأنه يعني كنت بتشوفهم؟ طبعا. بس انا بالنسبه لي الشيخ النقشبندي ومحمد عماره دي بالنسبه لي اساطير. يعني اسمع صوتهم من وانا صغيره، ولما كبرت فهمت قد ايه عبقريه صوتهم وتخطيه كل المقاييس الطبيعيه للغنى والانشاد. وعمري ما شفت حد قعد معاهم وقابلهم يعني. لا انا شفتهم، قعدت الشيخ النقشبندي تحديدا وفضيله الشيخ الحصري وفضيلة الشيخ مصطفى اسماعيل، لان دول اولاد طنطا. حصري من طنطا برضه؟ طبعا صح؟ طبعا. هقول لك هو من قريه الفضيله شبرا النمله. شبرا النمله. شبرا النمله. والشيخ مصطفى اسماعيل من ميت غزال. دي قرى حوالين طنطا. والحقيقه اللي عاملاها الحاجه ياسمين خيام النهارده لتخليد اسم الراحل الشيخ الحصري، يعني ربنا يجعله في ميزان حسناته. الحقيقه عامله شيء مشرف. صحيح. يعني الحقيقه. صحيح. من اعمال خيريه حضانات لدور مسنين، حقيقة بحييها. والمسجد كمان في اكتوبر بقى علامة، يعني من علامات اكتوبر. الشيخ سيد النقشبندي، شوف انت يعني بتتكلمي عنه بمنتهى الحب، لكن اللي عايز اقوله لك انه في وقته يا عيني ما كانش لاقي الاهتمام ده. يعني سيد الشيخ سيد النقشبندي ان لم يكتشف الاستاذ احمد فراج رحمه الله كان شغله عزيز جدا، لانه احنا تعودنا انه المنشد ده شغله بيبقى قليل، انما هو اللي بيقرا القران بيجي له مثلا معزه. بيجي له مناسبه. يعني من النادر ان الناس هتعمل ليالي دينيه ويبقى فيها منشد بس. وبالتالي الشيخ سيد النقشبندي الحقيقه شفته كتير وحضرت له ليالي كتير. وسيدي احمد البدوي مولد بتاعه هتلاقيه يعني بيضم كل الوان الفنون، مسرح العرايس. يعني انت كل المولد كنت كل مولد لازم تحضره؟ ولغايه دلوقتي انزل وامدح في المولد. بتتكلم بجد؟ طبعا. انا السفير الامريكي اللي هو رئيس الجامعه الامريكيه دلوقتي اللي هو ريتشارد دوني. ريتشارد دوني لما كان سفير الولايات المتحده في مصر، لقيت محافظ الغربيه بيكلمني مهندس دكروري، قال لي السفير الامريكي عاجبه قوي الاغاني الدينيه بتاعتك. فانا طبعا يعني استغربت، طب ازاي؟ قال لي والله هو بيقول كده، بيقول يعني استاذ محمد ثروت له اغاني دينيه وانا جاي طنطا، يا ريت يعني نسمع منه حاجات. عملنا مسرح في الميدان وغنيت مجموعه الاغنيات الدينيه بتاعتي، وكان موجود الدكتور محمود ابو زيد وزير الري يعني وقتها. يعني بيروحوا مولد السيد البدوي في طنطا هيبقى فيه ليله انت بتنشد فيها؟ ده على طول الناس عارفه. انا ده بقى انا عارفه حفلاتك اللي بتعملها في الاماكن العامه. وفي الاوبرا وكده، انما يعني ما اعرفش انك حريص انك تحيي المولد. بالنسبه لي جزء من تكويني، يعني جزء من يعني حته بتاعتي انا بقى، يعني ده اللي يسعدني لان انا اقدر كمان اشتغل في المولد. ريتشارد دوني نزل بعد الحفله، نزل معانا حته عندنا اسمها الملأ، اللي هي بتبقى في الساحه اللي فيها كل بقى كل الانشطه اللي تحب تتفرج عليها. الملأ دي كانت مفرش الحمص بتاع طنطا قبل ما تتبني، يعني كانت ارض زراعيه، فكان الحمص لما يحطوه ينشف بيحطوه في الملقى دي. فيها مسرح العرايس، فيها الفن الشعبي، فيها الانشاد الديني، فيها المديح، فيها الابتهال، فيها البومب بقى، واللي كتب عليها صلاح جاهين الليله الكبيره. هي دي الليله الكبيره بتاعت طنطا. طب ما وش عرفك انه كتبها عن طنطا؟ ما يمكن لأن كتب، لان هو اتولد في طنطا، يعني والده كان بيشتغل في طنطا واتولد في طنطا. انا افتكرت ان مولد الحسين او السيده زينب ما طبعا دول على دماغنا من فوق، بس احنا اللي عندنا ساحه هي اللي عملت لطنطا لغايه يعني النهارده. يعني ده تحليلك انه اكيد الليله الكبيره انت شايفها المولد السيد البدوي مش اي مولد تاني. ونسال بهاء جاهين في دي، لان هو الاستاذ صلاح جاهين اللي قال لي كده.
المولد بتاع السيد البدوي هتلاقي فيه كل الالوان الغنائيه اللي قالها الاستاذ صلاح جاهين. استشار واختار فش او منبار يلا هو عندنا. ويعني كل الصور ورينا القوه يا ابن انت وهو. ما تعملوا لنا كده الليله الكبيره. بص ده اغاني اطفال بقى اهو، ده اطفال اهو. حته بس صغيره. يعني ايوه. او حته كبيره. الليله الكبيره يا عمي والعالم كتيره. ملايين الشوادر يابا في الريف والبنادر. الليله الكبيره يا عمي والعالم كتيره. ملايين الشوادر يابا في الريف والبنادر. حمص حمص ده اللي ما ينقص على النار يرقص 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 ويقول اللي شاف حمص ولا كلش عبي وتلوع ولا طنش يسترك هتحدى قرش. حمص 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 حمص. اسعى 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 خد لك صورة ستة بتسعة. اسعى يا سعى الكورة النار خسعة. الله الله عجمية. الله الله باللوز. الله الله طعمية. الله الله أرجوز. يا حضرة الأرجوز قولي نعم يا عمدة عايز ايه؟ من يروح المتولي انت احنا بينا وصلي عليه. طب اللهم صلي عليه تمشي كده على طول على طول لحد ما تلاقي عمارة تكسر يمين تلقى بتحفور تكنته على نصية حارة تسيب يمينك وشمالك شرعين وفي التالت تكسر شرعين وفي التالت تكسر على اليمين واخد بالك وتمشي على طول تتمختر وامشي على طول واتمختر تفضل كده تنزل وتلف وتخش من مطرح مطلع تخش من مطرح مطلع ولما تلقى مقلي تلف ولما تلقى مقلي تلف تعرف بانك تهت وضعت. دي وصفة سهلة دي وصفة هايلة وصفة سهلة وصفة هايلة. مع سلامة مع سلامة مع سلامة يا ابو عمامينا. مع سلامة مع سلامة مع سلامة يا ابو عمامينا. مع سلامة مع سلامة مع سلامة يا ابو عمامينا. لا الاداء ده منى يا منى. لا الاداء ده ايه يا جماعه كده يعني الاداء العظيم ده ما تعملوش طرف الهوا شاشي. معقوله طرف الهوا شاشي وانت ما تدراش. طرف الهوا شاشي وانت ما تدراش. طرف شاوي اللي شاويني عليه حكم الهوا ماشي حكم الهوا ماشي. طرف يا جدع وانت ما تدراش. يا جدع طرف شاوي اللي شاوي اللي عليه حكم الهوى ماشي حكم الهوى ماشي. يا حلاوة يا حلاوة ماشي يا لناوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاولو يا حلاولو. أهين يا جاري منك يا جاري. أهين يا ناري منك يا جاري. جتني ورماني رماني عليك هوا العصاري. طار في الهوا شاشي وانت ما تدراش. يا جدع طار في الهوا شاشي
وانت ما تدراشي ارفشة واللي شاولي عليه حكم الهوى ماشي حكم الهوى ماشي. انا مش هعتذر لمحمد ثروت، مش هعتذر للفنان محمد ثروت. انا عارف طبعا ان انا كل شويه بفاجئه، وناس كتير وهي بتتفرج هتفتكر ان احنا متفقين والفرقه عامله بروفات. ده كفايه الاراجوز اللي طلع لوحده كده ب اللي اتفقنا. انا عارفه ان اللي اتفقنا عليه، بس ده حاجه حلوه جدا. انا بشكرك وبشكر الفرقه العظيمه والكورال والالات وادائك الرائع. انت غنيت لنا يعني بكرم فائض جزء كبير من الليلة الكبيرة اللي هي عمل للناس كلها، بس اللي يمكن الأطفال ممكن يبقوا مرتبطين بيها أكتر، بس أصل الكلام كان مولد السيد البدوي. أيوة. قلت لي بقى أنك كنت تقعد تلبد للمشايخ دول وتسمعهم. هقولك أنا في سن مبكرة جدا عرفت يعني إيه حضرة. وبعدين كان عندنا كتاتيب. فالتحقت الأول بكتاب كان اسمها كتاب الشيخ قطب. وبعدين انتقلت لمدرسة تحفيظ القرآن الكريم بمسجد سيدي أحمد البدوي، وابتديت بقى أشوف المشايخ يعني زي ما تقولي إيه في مناسبات كتيرة جدا في المسجد أو في المعازي. المعزة دي كان ساعات لما الشيخ يقرأ فيها من الكبار بقى، الشيخ الحصري، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الله يرحمه، الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ زاهر عبد العظيم زاهر. كنت تلاقي الجمهور بره اسوان قد اللي في اسوان مرتين ليالي. وبعدين الانشاد طبعا الشيخ سيد النقشبندي والشيخ عبد المقصود عندنا، وبعدين مدايح بقى اللي هي الايه التقليديه بتاعتنا بتاعه طنطا بقى او الفلاحين يعني. ايه بقى ممكن تغني لنا حاجه من المدايح دي؟ هي الكلام بيبقى شويه عنيف يعني، يقول لك القبر يا مسكين ضلمة وفيه ملكين، هتروح منهم على فين ساعة السؤال الحار؟ راح تعمل ايه لو جوك عن كل شيء سألوك؟ ده ان كنت سعيد هنوك وان كنت شاجع النار، هيكون جوابك ايه لما تدخل فيه؟ يا ويلك لو تلاقيه ضمك ضم الجبار. ساعة طلوع الروح يبقى قلبك مجروح ومن عملك بتنوع، شايف جميع الاخطاء، اترك هوى العصيان وارجع الى الرحمن، واعلم بان هناك راح تنكشف لستار واحد. ده نمط من الذكر. قبل ما يخترعوا بقى الفيديو والتلفزيون والنت والكلام ده، كان ده الرادع يعني ايه، حتى تلاقي البسطاء من ابناء ريفنا يقعدوا يسمعوا القصه بقى، يسمع قصه الخير والشر لما يتصارعوا، والشر يعمل ايه في الخير، لكن الخير دايما ينتصر والخير دايما هو اللي بيسود. دي القصة الأزلية أو الخط الدرامي الأساسي لكل الموروث الشعبي. وانت صغير كنت بتغني بس للي بتحضر لهم ولا لا؟ كنت ممكن تغني لحد تاني في الإنشاد والتوشيح؟ الإنشاد كنت لا، أنا حافظت حاجات غريبة جدا. وبعدين فن الارتجال يعني، أنا أقدر أرتجل أي كلام في لحظته. يعني لو قدامي شعر اقدر اقوله وكل مره بلحن يعني، ساعات بيبقى يعني بلغه هذا ابناء هذا المجال كل حاجه برزقها يعني، اما بيبقى كلام ممكن اقول المره دي بلحن معين، المره الجايه الاقي حاجه تانية. ممكن تسمعنا اي حاجه من الانشاد يعني، سواء بقى للكحلاوي، انا سمعتك بتغني لاجل النبي حلو بشكل مرعب يعني، وممكن تكون حاجه تانية غير الكحلاوي زي ما انت عايز. انا بسيب لك حريه الاختيار. اروح فين انا؟ لا ما تروحش في حته، غني وخلاص. كنت قلت كنا عملنا بروفه. طب معاك لاجل النبي يا معتز. لاجل
يا رب التوبة يا رب التوبة يا رب التوبة 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 يا رب التوبة نصوحة بعد عصياني بعد عصياني قبل نشيب وانحني وامشي بعصياني القلب نادم القلب نادم ولين الى عين عصياني 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 يا ريت دموعها تسيب يا ريت يا ريت يا ريت لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي اقبل صلاتي على النبي لاجل النبي يا إله الكل كل كل انت عالم بيا كل كل يظلموني انت شايف يتهموني برضو عارف من عبادك ايه حصلي ايه حصلي انا في جاه النبي طالب رضاك والنبي انا حبيب النبي اقبل صلاتي على النبي لك للنبي لك للنبي لك للنبي الليله حلوه والنبي عند النبي لك للنبي لك للنبي لك للنبي اقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي اقبل صلاتي على النبي لاجل النبي حلو قوي حلو قوي حلو قوي مرة زمان سألتك سؤال وفي تقديري ساعتها انه كان مش عايز اقول قاسي بس كان واقعي جدا وسألتك هل محمد ثروت اتظلم بالإشاعة اللي طلعت زمان عليه انه هو قريب الرئيس الأسبق مبارك وانت كنت صريح معايا وقلت احتمال انا مش قريب ولا حاجة بس احتمال يعني لما الناس بتحس انه في حد قريب من السلطة يمكن والله بص هقول لحضرتك على حاجة أنا لو كنت قريب بالرئيس مبارك ربنا يديله الصحة ما كنتش أنكرت ده ولكن إحنا دايما في مصر بنحب نبرر النجاح هو القصة دي نشأت أنا طالع وغنيت قدام الرئيس سادات الله يرحمه وغنيت قدام الرئيس مبارك ولكن النجاح بتاعي بدأ حقيقي لما كان في حفلات لأكتوبر وظهرت أنا كمطرب أغني أغنية لوحدي يعني أول مرة كانت سنة 82 تقريبا لما استلمنا كامل أرض سينا وعملت أوبريت أنا وفايز أحمد وهاني شاكر وإيمان الطوخي كان اسمه الله على الشعب ألحان موسيقار أخويا العزيز حلمي بكر بعدها على طول لو تذكري دويتو محمد ثروت وهاني شاكر بلدي دي كانت قصة. كانت بتذاع صبح وظهر وليل يعني ملهاش حل فبلدي عينت
الاغنيه الوطنيه في حته تانية خالص. بعد بلدي على طول الاستاذ عبد الوهاب عمل لي مصريتنا وطنيتنا حماها الله. وفي الفتره دي الرئيس مبارك شاور لي انزل اسلم عليه. هي دي الحته اللي الفوا عليها الحدوته وصدقوها. الفوا الناس اخدتها ايه؟ انه ولانه الاغنيه كانت ناجحه جدا وكانت بتتذاع بكثافه. مصريتنا بقى وطنيتنا دي مصريتنا طبعا كانت بتذاع كل خمس دقايق في الاذاعه وفي التلفزيون. الاقوى من دول ودول بقى اغنيه جت يعني لا على البال ولا على النية اسمها مصر يا اول نور في الدنيا شق ظلام الليل. دي بقى اللي كانت يعني عامله عمايل. بس هي مصريتنا وطنيتنا انا حسب ما افتكر يعني كان يعني منين ما تفتح التلفزيون في اي لحظه من صباح او مساء تلاقي وبعدين كان كنت بتلبس زي رسمي كده. انا اللي قصدت ده مع بقى ايه قالك ايه وابتدوا يقولوا شوفوا شبهه يعني هو فعلا يمكن يكون في ملامح قريبه يمكن. طب انا هقول لك على حاجه. في طلبه دخلوا الكليه الحربيه بسبب هذه الاغاني وكليه الشرطه بسبب هذه الاغاني. كانت الاغنيه الوطنيه اغنيه وطنيه لان الاغنيه الوطنيه اما كانتش محفزه وبتوقظ الوعي والانتماء وبتسخن اللي بيسمعها ملاش اي ما طب انا اغني له اي حاجه يعني ايه المشكله. انما اغنيه وطنيه اذا اكلت فاشبع واذا ضربت فوجع هو كده. مفيش فصال. التلات بقى او كذا لقطه دول جنب بعض الرئيس الاسبق بيشاور لك اغنياتك بتنزل طول الوقت انت لابس لبس رسمي فقال لك ده قريبه ما تفهمش اللي بيطلعوا الاشاعات دي بيكونوا قصدهم يأذوا الشخص ولا بتبقى كده في الحمق في المطلق. لا طبعا هو طبعا الاشاعه ما هياش مؤذيه لكن هو استغلالها استخدامها. لكن انا لما يقولوا ان انا قريب رئيس الجمهوريه لا ما هي مش يعني مشكله هي مش في القرابه يعني المشكله في انه ايه وكانه هو الاشاعه زي كده بتلغي النجاح الحقيقي وتسوق انه النجاح ده مزقوق من حته او مفروض من حته هو ده يعني هو ده الشيء السيء في الموضوع. يقتنع بيه اللي مش واخد باله لان لو محمد ثروت فاشل او ما نجحش كانوا هيقولوا ده. ما هو العكس بقى يكون موجود. يعني لو طلع أغنية مثلا أنا كنت بطلع مع كل مطربين مصر صح؟ بس كنت بجيب جون يعني أطلع ولكن المسألة كلها فضيت أن محمد ثروت هو مطرب المناسبة. لا أنا عمري ما كنت مطرب المناسبة. بطلع بشارك بس بنقي غنوتي. أنا على فكرة رفضت كتير جدا أن أنا أغني أغاني بتتقلي أغنيها. أيوة. وبعدين لما رفضت كان عندي حق. يعني عاشت بلادنا لها مشكله. عاشت بلادنا عاشت حره لولادنا وولاد ولاد الى اخره. اغنيه عاشت بلادنا انا غنيتها انا والمرحومه ورده. سجلناها وبعدين لخلاف ما بين الفنانه ورده والاستاذ عبد الوهاب قالت مش هتغني الاغنيه. فالاغنيه مسجله وبعدين جت حفلة سنة 87 فأنا كنت عامل أغنية وطنية غير أغنية عاشت بلدنا لمناسبة من المناسبات بتاعت الإذاعة. فطلبوا مني أن أنا أغني الأغنية دي في احتفالات أكتوبر فقلت لهم لأ. وكانت الأغنية كاتبها أحد الموجودين في النظام وقتها كان الدكتور عبد الحميد حسن الله يرحمه. خلاص كان بيشتغل ايه؟ محافظ الجيزة. وبعدين قلت لهم انا هغني. كان الاول الاستاذ عبد الوهاب رافض ان الاغنيه تطلع وقاعد في باريس. قلت له استاذ عبد الوهاب لو سمحت انا. قال لي طب ازاي هتطلع؟ قلت له انا هاخد الكوبليهين بتوعي والقفله. تكرم مشكورا الله يرحمه وافق. والموسيقار الدكتور مصطفى ناجي وزع وأصريت على أني أنا أغني عاشت بلادنا بدل الأغنية اللي مدينها لي اللي سيادة المحافظ كاتبها. أيوة. محدش قال ده وأنا مش محتاج أن حد يقول ده. ولو قالوا قد كده 100 مرة أنا دم مقتنع ودم أسعدت الناس ودم أنا في وجدانهم يقولوا قريب فلان قريب علان مطرب المش عارف إيه. المهم أن أنا قدرت أوصل رسالتي للناس. ما أزيدش الناس بفني. أنا ما كدبتش. صح. لا أنا بس هقول لحضرتك يعني حاجة. يعني هو حضرتك لو قريب مين
لو قريب رئيس وزراء الكون، عمر ما كانت اغانيك بتاعت الاطفال اللي عملتها من اكتر من 25 سنه نيجي النهارده نفتكرها ونجيب ولادنا ونسمعها لهم، لازم كانت منتج حقيقي لصوت حقيقي لعمل حقيقي، ملوش علاقه بالقرابه، يعني له علاقه بالمنتج اللي انت قدمته. يعني المساله محسومه يعني. ولغايه دلوقتي النهارده لو قلت لك اغاني المرحله اللي فاتت، الاغاني المجرده من اي شيء، شفتي كل بلاد الدنيا جميله؟ اه. عمرها قد ايه النهارده؟ فوق ال 25 سنه. كل بلاد الدنيا جميله. اه. بلدي. مصريتنا. مصري اول نور في الدنيا. مين بقى اللي كاتب الاغنيه دي؟ مصري اول نور في الدنيا شق ظلام الليل. عبد الرحمن الابنودي. احسبي عمر النور في يطلع الدنيا عمر يطلع عمر النيل. الله يا خال. مش عارفه انه كلمات. وبعدين عملت حاجه تانية للابنودي كمان، دي مصريتنا. اه. لو هتفكرنا ببلدي ولا مصري اول نور في الدنيا؟ انت عايزه الابنودي مصري اول نور في الدنيا. كله الابنودي، بلدي الابنودي. بلدي. زي ما انت عايز. انا مش هتقل عليك. هم مجهزين. انتم مجهزين ايه يا معتز؟ الاثنين احسن من بعض. احنا تعبنا معتز معانا النهارده. ها. بلدي. يلا. رايتك في قلوبنا مرفوعة يا بلاد، يا كلمة مسموعة رايتك في قلوبنا مرفوعة. اسألي يا بلادي عن حبي يا سكنة فاروقي وقلبي. اسألي يا بلادي عن حبي يا سكنة فاروقي وقلبي. أنا مهما شرق وغرب مهما بعيد أتريني بقرب. أنا مهما شرق وغرب مهما بعيد أتريني بقرب. واملك فوفي مني لواشرب حلوة المية لو مصرية. واملك فوفي مني لواشرب حلوة المية لو مصرية. وبلدي دلوقتي الفنان الكبير محمد ثروت لما تيجي تاخد معاه اي ميعاد، مش بس الحلقه في المطلق يعني، هتلاقي جدوله على طول مزحوم ما بين
مش بس الحفلات يعني، لا انا بتكلم على دار الايتام اللي عنده، المصنع بتاعه. يعني مؤخرا كان مسافر، كنت في ميلانو ولا كان رايح ايطاليا، فبقول له بتعمل ايه؟ قال لي الله، مش انا هو انا عواطلي من عندي مصنع، وكنت بتجيب ايه من ايطاليا؟ مكن ولا والله اقول لحضرتك على حاجه، انا عامل منع الاستيراد خلانا لازم نفكر نصنع ازاي. ففي بعض الاجزاء عندي ما هياش هتيجي تاني خلاص، فلزاما عليا ان انا اصنعها. ايه ده فعلا هتعمل لازم يعني في حاجه اسمها مستلزمات انتاج. انت مصنع الومنيوم اللي عندك؟ مصنع ادوات منزليه مصنوعه من الالومنيوم، بعمل حلل وطاسات وكسرولات والصواني والحاجات دي. بس ده مصنع ابويا وامي يعني، ده بقاله 35 سنه تقريبا. لكن انا عندي حاجات تانية، عندي انشطه تانية تجاريه يعني او صناعيه. عندي في مدينه العاشر من رمضان موقع خدمي كبير جدا، عندي انا وكيل شركات اللي هي محطات بنزين يعني وغاز. وعندنا محطة لتحويل السيارات للغاز الطبيعي. وانا عايز الفت نظر الناس انه الغاز الطبيعي تحت ايدنا في مصر، ونقدر يعني نتعامل معاه بشكل ميسر غير البنزين والسولار. أكيد. فتحويل الغاز، عشان برضو ساعات تركبي مع سواق عربية مثلا تاكسي يوم تقولي انت غاز ولا بنزين، يقول لك لا انا ما عملش غاز، ده الغاز ده بيبوظ الموتور. مفيش حاجة اسمها كده خالص. يعني اللي انا عايز اقوله ان كل هذه الاشاعات ما تستندش على سند علمي هندسي. اللي حصل ان بعض العربيات القديمه مش اللي مؤهلة مواتيرها ما كانتش مظبوطه، لما تحولت المواتير خفت. لكن النهارده في فرق سعر ما بين متر الغاز، والغاز عندنا بالمتر مش باللتر. ولتر البنزين يعني الغاز يبقى ب 110، لتر البنزين ب 350 قرش. طب ايه الاحسن؟ الغاز صديق البيئه، الغاز تحت ايدي. يعني لو حصل ارتفاع للمواد البتروليه هيكون للسولر والبنزين. طيب. مش الغاز. طيب انت من وانت صغير عارف انك هتغني، من وانت على اعتاب الشباب متاكد انه الغنى هو سكتك، بس برضو دخلت هندسه. هندسه ايه؟ ميكانيكا. ده كان بمزاجك وخطرك ولا اهلك هم اللي اصروا؟ لا، ابويا حرصه شديد جدا على الدراسه، وانا حبيت العربيات من الاعداديه، فبقت مواتير العربيات دي بالنسبه لي يعني عشق. يعني صوت الموتور ده مزيكا بالنسبه لي فعلا. والله. فانا دخلت كليه هندسه، وده اللي انا عايز اقوله لكل شاب وكل فتاة على راي محمد سعد الليمبي لكل شاب وكل فتاة، انه الدراسه والشهاده مش شرط تكون بس الكليه، يكون عندك في ايدك حاجه عشان ما تتحوكش، عشان ما جيش النهارده وانا فنان والناس بتحبني وشغلي قل شويه او ما انا عايز اعيش. شغلك الفني يعني. هقبل اي حاجه، هقبل اي برنامج اطلع فيه مسخه، اي حفله اطلع فيها نص كوم. مش ده المفروض؟ لا، خلي معاك سلاح. وبعدين احنا لو اشتغلنا، انا مش جاي النهارده ادي محاضره، لكن عايز اقوله انا مشوار حياتي كله شغل. يعني لما الاشاعات دي طلعت والحاجات دي كان ممكن انها تكسرك، تقلص عليا خالص. يعني ليه؟ مش هشتغل. طب ما اشتغلش مش مشكله، الارزاق على الله. اشتغلت، انا مهندس، انا اقدر طبعًا اعمل حاجات. ودي مقوله عثمان بيه احمد عثمان ليا انا. مهندس عثمان احمد عثمان، وجاني في فرحي، وانا يمكن يعني الصوره دي بعتز بيها جدا، في الكوشه قال لمراتي انت جوزك مش مطرب بس، جوزك مهندس ومطرب. كان اياميها بس رئيس مجلس اداره المقاولين العرب ولا كان وزير الاسكان؟ لا، كان رئيس مجلس اداره المقاولين العرب. وعندي اشتغلت معاه؟ لا، انا ساعدت بتبنيه من اول لحظه دخلت فيها الفن، وهو اللي خلاني اسلم على الرئيس السادات لاول مره في حياتي. وعرفه بيا ان انا مهندس. طبعا انا ما كنتش مهندس وقتها، فقلت له يا فندم انا طالب في كليه هندسه. فسالني جامعه ايه، قلت له المنوفيه. كنت دخلت المنوفيه الاول قبل ما احول على جامعه يعني عمرك ما اتضايقت او ندمت ان انت دخلت الهندسه بالتوازي مع الفن؟ ده الهندسه دي شرف ليا، والهندسه دي شيء متميز. انت قاعده دلوقتي الاضاءه هندسه، الصوت هندسه، الديكور هندسه، التكييف هندسه، الشارع هندسه. الهندسه هي حياتنا كلها.
لما جيت تعمل الشريط في كان كم؟ 80 بتاع الاطفال. 81. 81. لما جيت تعمله قلتوا احنا عايزين نعمل اغنيه مثلا، انت اصلا كان عندك اغنيتين باسماء رشا ومنى. 82 متهيألي. 82. 82. 82. انما قلت بقى انا عايز اعمل اغنيه للام، انا عايز اعمل اغنيه لل نوعت. لبسم يعني ده كان بسم الله دي. انا كان املي ان انا اعمل اغنيه تعلم الولاد كلمه بسم الله. فالشاعر الكبير الاستاذ عبد الفتاح مصطفى كان بيحبني قوي وقابلني على سلم الاذاعه، قال لي بص يا محمد انت ما غنيتش في عمرك كله غير بسم الله كفايه عليك، وعلى فكره انا كان نفسي اكتب بسم الله بس ما كنتش هكتبها احلى من كده. كتبها سمير الطاير الله يرحمه، بيقول بسم الله بسم الله احلى كلام اتعلمناه، بسم الله لازم يا حبايبي نبدا يومنا بسم الله، قبل ما ناكل قبل ما نشرب لازم كلمه بسم الله، قبل ما نقرا قبل ما نكتب لازم نكتب بسم الله، كل الدنيا تنور لينا وكمان تتحقق امانينا والمستقبل يحلى ويحلى لما نقول ونغني معاه بسم الله. الله. اقول لك بقى من النوادر اللي انا شفتها، انا كنت في عمان في زياره وطلعت في برنامج عندهم زي البيت بيتك كده بتاعنا، ففي مذيعه شابه لطيفه كده قالت لي انت تعرف ان احنا درسنا اغنيتك في المدرسه من احنا اطفال؟ قلت لها اغنيه ايه؟ قالت لي بسم الله بسم الله، وغنتها. تصادف ان انا رحت المغرب في نفس السنه، لقيت المذيع شاب برضو بيقول لي نفس الكلمه، فتقدري تقيمي لي ده يعني يعني الواحد يقول حضرتك دلوقتي إيه؟ مع مذيعه حافظه الشريط كله. لا يلا نسمع يعني بسم الله. يعني اللي عايز اقوله لك كفايه على الواحد غنيه واحده التاثير بس. صحيح صح عندك حق. بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله أحلى كلام اتعلمناه، بسم الله لازم يا حبايبي نبدأ يومنا بسم الله، قبل ما ناكل قبل ما نشرب لازم كلمة بسم الله، قبل ما نقرا قبل ما نكتب لازم نكتب بسم الله، كل الدنيا تنور لينا وكمان تتحقق أمانينا والمستقبل يحلى ويحلى لما نقول ونغني معاه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أحلى بسم الله بسم الله أحلى كلام اتعلمناه، لما الصبح نقوم من نومنا علشان نبدأ فجر جديد بسم الله حتنور يومنا وتخليه قدامنا سعيد، قبل ما نفطر يلا نسميه بسم الله، قبل ما نلبس برضو نسميه بسم الله، كل الدنيا تنور لينا وكمان تتحقق أمانينا والمستقبل يحلى ويحلى لما نقول ونغني معاه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أحلى كلام اتعلمناه، بسم الله بسم الله أحلى كلام اتعلمناه، قبل ما ندخل على مدارسنا بسم الله لازم نكتبها،
عالسبورة وفوق كراريسنا وفي امانينا اللي بنطلبها قبل ما نكتب يلا نسمي بسم الله قبل ما نلعب برضو نسمي بسم الله كل الدنيا تنور لينا وكمان تتحقق امانينا والمستقبل يحلى ويحلى لما نقول ونغني معاه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أحلى كلام اتعلمنا. ممكن نغني سلام لماما؟ سلام لماما؟ سلام لماما معرفش ليه بقى بينسوا اغنيه سلام لماما في عيد الام. يجيبوا كل بيجيبوا اغاني بقى ايه بالكوم وبالشوال حاجات حلوه وحاجات نص لبه. بتقولي بقى محمد ثروت اتظلم او ما اتظلمش؟ ما هو ده جزء يعني انا مش 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 فارق معايا حته ان هم ايه يقولوا ظلم او اتظلم ولا حاجات كده، بس ده في حاجه حلوه. طب ما تعملوا كده حاجه حلوه والمناسبه موجوده، مثلا سلام لماما في عيدها. سلام لماما في عيدها يا استاذ معتز. سلام مربع. سلام لماما في عيدها الليلة عيد. سلام لماما الليلة عيد. سلام لماما في عيدها الليلة عيد. سلام لماما في عيدها الليلة عيد. سلام لماما سلام. سلام لماما في عيدها الليلة عيد. اوه سلام لماما الليلة عيد. اوه سلام لماما في عيدها الليلة عيد. سلام لماما في عيدها الليلة عيد. سلام لماما سلام. يا ماما ما فيش زيك في كل الدنيا دي، قلبك حنين دايما يا أغلى من ضي عليا. يا ماما ما فيش زيك في كل الدنيا دي، قلبك حنين دايما يا أغلى من ضي عليا. يا ما سهرتي يا ما تعبتي، يا ما سهرتي يا ما تعبتي. سلام لماما سلام. سلام لماما في عيدها الليلة عيد. سلام لماما الليلة عيد عيادها. سلام لماما الليلة عيد. سلام لماما في عيدها الليلة عيد عيادها. سلام لماما سلام. جزء معانا في حلقتنا الرائعه مع الفنان الكبير محمد ثروت. انا متخيله انه اي انسان بيقدم على العمل العام اكيد في شيء جواه كبير بيتم كده زي ما بيقولوا تغذيته وانماء، وبيبقى فيه وجدانه كده بيبقى اكثر ثراء. انما في المقابل اكيد بيبقى في عنده مشاكل كتيره. يعني ان يبقى عندك دار ايتام بقالها كام سنه؟ 25 سنه. 25 سنه
وفي ارض يعني انت بتسميها مزرعه ثروت مش لا مزرعه ثروت للايتام جت بعد مؤسسه ثروت للايتام. احنا عندنا مؤسسه ثروت للايتام في مدينه طنطا وانا اصريت ان انا اعملها في طنطا عشان ما انفصلش عن طنطا. يعني انا ليه ارتباط بطنطا، بحب طنطا، بحب بلدي، بحب اتواصل مع الناس، اصدقائي زي ما هم. عندنا فروع في طنطا وفي قرى حوالين طنطا، وعندنا فرع في مدينة راس البر في محافظة دمياط، كان ادانا الأرض المرحوم الوزير عبد العظيم وزير محافظ دمياط، وعملنا فرع لمؤسسة ثروت للأيتام في دمياط في راس البر. أنا كنت في زيارة لترعة السلام مع الوزير محمود أبو زيد، كان وزير ري وقتها، وهو برضو من أبناء طنطا ومن المؤيدين والمشجعين لمؤسسة ثروت للأيتام. فقلت له فكرة، قلت له أنا عايز، كان وقتها كنا سنة 2007 تقريبا، قلت له الأولاد دول لما يكبروا هيشتغلوا فين؟ فقال لي بتفكر فيه؟ قلت له بفكر أخد حتة أرض هنا أوقفها بحيث إن اللي هيقبل العمل يجي هنا، وإذا كان هيقعد نبني له بيت ويشتغل. وعندنا نظرية في الفلاحين، أنت لو حضرتك عندك فدان أرض وأنا عندي فلوس فبقول لك لا انا اسف، انا بشتغل وانت عندك فدان الارض وانت هتصرفي. لو صرفتي على الارض وانا بشتغل ممكن انا اخد التلت من المحصول وانت التلتين. فطبقت النظريه دي، النظريه ان الولاد لما بيروحوا يشتغلوا هناك بيشتغلوا اللي هم اللي كانوا اصلا في دار الايتام بالظبط، بس بيكون اللي خلص يا الدبلوم يا الشهاده العليا، لان مش كلهم عندنا بيخلصوا شهادات عليا. في برضو بعض الأبناء بيبقوا دراسيا مش يعني مش متميزين قوي، فبيكتفوا بالمرحلة التعليمية اللي هي لغاية الدبلوم. وفي عندنا طبعا ألسن، وعندنا كلية تربية، وعندنا كلية تجارة، وعندنا سياحة وفنادق، وعندنا كل حاجة. إنما اللي طوعنا وراح هناك بنينا له واتجوز هناك وقعد كأنه شريك، يعني هو بياخد جزء من المحصول. هو حضرتك مش شراكة، ده وقف، يعني هو النهاردة بيشتغل وبياخد نسبة. لو ربنا كرمه بقى معاه قرش وراح هو يأجر أرض في حتة، يبقى احنا عملنا المرحلة الأولى صح. عنده صح. وده النهاردة أنا شايفه حل يعني مناسب جدا لكتير من الشباب اللي هم عايزين يعني يبدأوا حياتهم. إن هو معاه قوة جسمانية لازم ينقي عمل يدر عليه دخل بهذه القوة الجسمانية. بتزرعوا ايه بقى؟ زرعنا قمح وشعير وسمسم وبصل، ومينلي حاجة اسمها بنجر السكر. البنجر، بنجر السكر بيقعد بيه شوية على البنجر العادي، ابيضاني شوية. انا عرفت انه زمان انت يعني الزراعة كانت سبب معرفتك بزوجتك. صح؟ ابو زوجتي. لانه هو ابو زوجتي متخصص في زراعه الموز يمكن عبر 100 سنه، هي عائلتهم في الاليوبيه متخصصين موز، هم ما زال الى الان الموز عندهم يعني. فانا كنت بستشيره عشان كنت عايز اخش مجال الزراعه وخاصه في مجال الموز، فجت المعرفه من هنا. كان راجل لطيف جدا، ويعني دي مراتي ناهد الشلقاني. ده في كتب كتاب داليا في جامع محمد علي. داليا بنتك؟ داليا بنتي. فانت كنت عايز تزرع موز وتعرفت على الاب وتعرفت على البنت. دي داليا بقى. وزرعت موز بقى؟ ده والله اتجوزت. ما زرعتش موز، هي اللي بتزرع موز. يعني بعد الحدوته الطويله العريضه عن الموز دي ما زرعتش موز؟ ما هي اللي بتزرع، معانا جبنا الموز، ما هو خلاص الموز معانا يا شغلنا يا. ما هي عندها مزرعه الموز، خلاص جبنا موز. يعني امال يعني الارض زرعتها ايه؟ صرفت نظر على الموز ليه؟ خلاص استكفيت يعني بمراتك وخلاص. لا يعني هو انا لقيت فعلا هي اولا بتحب الزراعه جدا، وما زالت الى الان هي واخواتها مصرين على زراعه الموز، وعندهم بقى حاجات اللي بالانسجه والمش عارف ايه والمشاتل والكلام من ده يعني. هرجع لاغاني الاطفال، احنا فاضل اغنيتين هنغنيهم. احنا اكيد هنختم بجدو علي، اكيد يعني اكيد هنغنيها تاني. انما دلوقتي تحب نغني مثلا عيد الميلاد ولا منى يا منى؟ لا اغني
لا لا ما لا لا ما يعني ما فيش اي تأثير على فكرة. طبعا انا جاي عشان اغني منى يعني يا منى. يعني هتغني عيد الميلاد ولا منى يا منى؟ لا منى يا منى طبعا طبعا. ماشي. على فكرة على فكرة مش عشاني انا بتكلم، عشان كل واحدة اسمها منى على فكرة. انا بضحي عشان كل طبعا اللي عندهم منى. طبعا يا فندم طبعا. أصحابها بيحبوها ويحبوا يحوروها، أصحابها بيحبوها ويحبوا يلعبوها، بتذاكر كل دروسها وبتطلع الأولى، رقيقة وحلوة روحي وأكتر بنتي حياتي الله يخليها، رقيقة وحلوة روحي وأكتر بنتي حياتي الله يخليها، منى 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 منى. في البيت دايما مطيعة ونضيفة ونبيها، في البيت دايما مطيعة ونضيفة ونبيها، بتشوف ماما تساعدها من غير ما ماما تناديها، رقيقة وحلوة روحي وأكتر بنتي حياتي الله يخليها، رقيقة وحلوة روحي وأكتر بنتي حياتي الله يخليها، منى 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 منى. حلاوتها وهي جاية بشوش بشوش ورايا، حلاوتها وهي جاية بشوش بشوش ورايا، بإيديها تغمي عينيا وتقول أنا مين يا بابايا، رقيقة وحلوة روحي وأكتر بنتي حياتي الله يخليها، رقيقة وحلوة روحي وأكتر بنتي حياتي الله يخليها، منى يا منى يا حلوة يا منى، منى يا منى يا حلوة يا منى، منى يا منى يا شاطرة يا منى، منى يا منى حلوة يا منى، منى يا منى يا حلوة يا منى، منى يا منى يا شطرة يا منى. الحقيقة الحقيقة أنا لازم أقول لك إنه معرفش قد إيه ممكن ناس تشاركني الإحساس اللي أنا حسيته في الوقت اللي قضيناه في الحلقة دي. أنا حسيت إنه اولا كاني استرجعت كده سنين اتسرقت بسرعه. صح. اولا طبعا حسيت قد ايه
انا كبرت او احنا كبرنا الجيل اللي اتربى على الاغنيات دي، ياه ده كنا صغيرين قوي وكنا حافظينها وكنا بنسمعها. حسيت ان انت رجعت لي سنين اتسرقت في الحبه دول، فعايزه اشكرك مرتين. المره الاولى ان انت في الاساس في بدايه الثمانينات عملت الاغاني الحلوه دي، ربنا يخليك. المره الثانيه ان انت رجعت فكرتنا بيهم بجوده مش عايزه اقول احلى من الثمانينات، انت سبب فيه والله يا منى. لا لا والله صدقيني، يعني انت احيتي النهارده مشاعر واحاسيس مش عندي انا وعندك، عند كل الناس اللي قاعده وكل الناس اللي هتشوفنا. احنا بشر، وابسط الاشياء بترضينا، وابسط الاشياء بتخلينا سعداء، وابسط الاشياء بترجعنا لمناطق حلوه جدا جدا جدا. وانا شايف ان احنا محتاجين ده، لان الناس الطيبه دي محتاجه كل حاجه حلوه تفتكرها وتتقدم لها. انا سعيده بالحلقه دي حلقه كده افراح واعياد ومشاعر حلوه، واتمنى انه الناس تكون زي ما حصل لي، انها استرجعت كده اوقات حلوه وجميله، نوستالجيا واحاسيس جميله ورائعه. بقول لك كل سنه وانت طيب، انت طيب، وحبايبك واولادك واصحابك بخير، وكل اللي بيتابعونا كل سنه وانتم طيبين، كل الدنيا وبخير وسعاده، واولادكم يا رب بخير. بعيدكم وهنضم للاطفال اللي قاعدين دول عشان نختم الحلقه بجده علي اللي هي شوف ما هي اغنيه مشهوره اولد ماكدونالدز يا هذا فارم بس انت لما غنيتها خلاص احنا حسيناها بتاعتنا، والخروف والحمار والقطه والبطه دول تبعنا، ما لهمش دعوه بما اولد ماكدونالدز، لا دعوه بجده علي. صح. كل سنه وانت طيب، وهقعد كده جنب البنوته دي ونختم الحلقه دي، حلقه فرحه وطفوله وبراءه واغاني حلوه مع محمد صلاح. ميرسي. جدو علي يوم الجمعه بيروح على مزرعته الخضراء، عنده قطه اسمها شطه، ودي القطه وقطه وقطه، وجدو علي قطه تتنط ايا ايا او، وجدو علي كمان بيحب يلعب كده مع ركس الكلب، وركسي هب وهب يشب، يحب اللعب في وقت اللعب، ولو شطت لو نطب لونها القشطه وتنزل لعب، وجدو علي قطه وكلب، وجدو علي يحب البط وعامل ليها بحيره بط، البط يقوم فرحان من النوم يغطس ويعوم، وهات يا لعب وركسي هب هب يشب، يحب اللعب في وقت اللعب، ولو شطت لو نطب لونها القشطه وتنزل لعب، وجدو تاهم اكل وشرب، جدو علي عنده جاموسه ولبنها يستاهل بوسه، كبرت الحجم سمعت اللحم بتاخد المم، واخر لعب البط يقوم فرحان من النوم يغطس ويعوم، وهات يا لعب وركسي هب هب يشب، يحب اللعب في وقت اللعب، ونونو شطط نونو نطب لونها القشطه وتنزل لعب، وجدو تاهم اكل وشرب، وجدو علي عنده دامي بيسفر للديك الرومي، ينفش نفسه وعرفه وحسه ويبدا رقصه في اجمل لعب، حتى جاموسته سمعت اللحم بتاكل المم، واخر لعب البط يقوم فرحان من النوم يغطس ويعوم، وهات يا لعب وركسي هب هب يشب، يحب اللعب في وقت اللعب، ونونو شطط نونو نطب هالقشطه وتنزل لعب، وجدو علي وقطه وكلب، جدو علي عنده حمار طيب خالص مش مكار، يقول له شي على طول يمشي ولا يزعل شي، ويحب اللعب والديك نفسه ينفش نفسه ويبدا راسه في اكمل لعب، حتى جاموسته سمنت اللحم بتاكل المم، واخر لعب البط وفرحه من النوم يغطس ويعوم، وهات يا لعب وركسي هب هب يشب، يحب اللعب في وقت اللعب، ونونو شطط نونو نطب لونها القشطه وتنزل لعب، وجدو تاهم اكل وشرب، جدو علي عنده خروف ليه فروة مليانة صوف،
واما يمقمق عينه ببرق واما يروق يلعب لعبة حمار وشي عطل يمشي ولا يزعل شي ويحب اللعب ودك نفسه ويهفش نفسه ويبدأ رأسه بأكمل لعب حتبك مستوس ويحب اللحمة تقول الممو ياكل لعب الفقدي يقوم فرحة منهم يتقص ويعوم وقت يلعب ورأسي هب هب يشب يحب اللعب وفقد اللعب ونو نو جطط نو نو نطب ونهر قشطة وتنزل لعب وجده وعالي دعات يا بكل هيا هيا هو